بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيف رئيس عصمت. هقدم لكم أكلة خفيفة وبسيطة وسهلة. فهعمل النهاردة مكرونة بالصلصة وهعمل فراخ بانيه. مكرونة بالصلصة مقاديرها مكرونة وسمنة ومعلقة ثوم وتوابل بس، يعني مش محتاجة أي. وبعد كده الفراخ البانيه متبلها، أنا متبلة الفراخ البانيه من امبارح في الطماطم والبصل والثوم، وعامله لها يعني التركيبه بتاعتها يعني. فهنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحمر المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط السمنه. بعد السمنه بسم الله نحط المكرونه. النار دي هاديه على فكره، معلش هحاول اشيلها كده عشان ماشي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بقلب في المكرونه هعمل البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش اكله بسيطه خفيفه عشان الوقت، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. الفراخ البانيه متبلاها في ثوم وبصل وتوابل، وحط معاها بيضه واخد التتبيله بتاعتها، ومن امبارح حطها في التتبيله بتاعتها. وده شكلها، شكل الفراخ البانيه. البوتاجاز هادي خالص، طفى البوتاجاز. معلش في مشكلة في البوتاجاز، معرفش النار بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نقلي البانية. بسم الله الرحمن الرحيم. النار هادية. الهند اتطفت على فكرة. نبدأ نتبل باقي البانيه. ان شاء الله الاكله تعجبكم وتبقى بسيطه وخفيفه ان شاء الله باذن الله. البوتاجاز العين مش مظبوطة على فكرة، عين البوتاجاز مش شغالة على فكرة. هنحمر المكرونة. بعد ما نحمر المكرونة إن شاء الله هنضيف حبة ثوم والتوابل. إن شاء الله تبقى كويسة.
تكسر والله. شوف هذا كويس عليها هذا. دي هي موجودة؟ هزها على الآخر. هنكمل بقى البنيه. هنحمر المكرونة، وبعد ما تحمر ان شاء الله هنضيف لها الثوم والصلصة. بس بوتاجاز ضعيف شوية معلش. نشكل هنا، نشكل الأشكال دي. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده ان شاء الله، والحلقه الجايه ان شاء الله نكون نعمل حاجه افضل وحاجه احسن من كده ان شاء الله باذن الله. ويا رب المكرونه اهم حاجه فيها تتحمر كويس. في دقه يعني في تكه بسيطه كده في الاكل تديها طعم، انك تضيف لها الثوم وتضيف لها حبه الثوم ومعلقه الصلصه دي تديها طعم مختلف. ان شاء الله هتعجبك وتبقى 10 على 10 ان شاء الله. يا رب بسم الله. طلعني دي على الاخر كده النار بتاعتها بس. وبعدين في اكلات كتير موفره بالنسبه لست البيت، حاجات كتير بسيطه موفره في المطبخ، مش هتاخد معاها لا جهد ولا هتاخد معاها تكاليف. ان شاء الله هنعملها معاكم في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. نبدأ نطلع الفانيه، نحطه فين؟ نجهز نكلب الفانيه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف المكرونة. معانا ان شاء الله فقره ثانيه الساعه 3 العصر ان شاء الله باذن الله، هنعمل فيها مكرونه جلاش باللحم المفرومه، وهنعمل فيها كفته بنيه ان شاء الله باذن الله الساعه 3 العصر. هنبدا نطلع اول جزء. بسم الله الرحمن الرحيم. مش انا هجيب الطبق قريب مني عشان البوتاجاز. هنقلب المكرونة عشان متتحرقش. بدأت تحمر. البوتاجاز بدأ يشيل. هنحط كمان بانيه، قطعة بانيه
البانيه في ناس بتتبله بالثوم الباودر وبصل الباودر بس، لكن لو هو المفروض ان يتحط له صلصه طماطم وطماطم الاثنين علشان يدوني اللون يديني الطعم الحلو. وبعد كده هنبدا نكمل المكرونه. اهم حاجه في المكرونه، اهم حاجه التكه دي اللي بتدي ايه المكرونه الطعم الحلو، معلقه الثوم. هنضيف معلقه الثوم ونقلبها. ثواني بس، مش هتاخد كتير يعني، بس تشويحة بسيطة كده لأن المكرونة سخنة، فالثوم مش هياخد كتير يعني، يا دوب تقليبة كده وهيستوي الثوم. دي اللي بتدي المكرونة الطعم الحلو، يا ريت تجربوها إن شاء الله وتديني رأيكم. بعد كده هنحط معلقة الصلصة، معلقة كبيرة صلصة، والتوابل بقى الفلفل والتوابل، المرقة، نحط كمون والفلفل. وبعد كده هنضيف لها ايه المية. بسم الله الرحمن الرحيم. هديها تقليبة بسيطة. وهنغطيها ونسيبها على النار. بعد كده هنقلب البانيه ده على الوش التاني كده. نضيف باقي البانيه، اشكال البانيه. خلاص يا رب استوي. مش الوقت، الوقت صغير وقصير، فعملت حاجة بسيطة كده. يا رب ان شاء الله تعجبكم. بس هنسيبها على التقليب كده. حاضر. ان شاء الله باذن الله على مدى الحلقات باذن الله هنعمل حاجات حلوه وحاجات بسيطه. انا بعمل حاجات بتخاطب اللي هي الانسه لسه متجوزتش لسه بتعلم الطبخ. هعمل حاجات بسيطه، مش هدخل في حاجات تعقيد وحاجات تتعب يعني اللي هي لسه بتتعلم الطبخ. فان شاء الله يعني ايه هتعجبكم باذن الله. كده هخلص البانيه، انا مستنيه المكرونه تجهز، وبعد كده ان شاء الله يبقى كل حاجه خلصت. نسيب المكرونه والتوابل. ثواني بس استوي المكرونه. ثواني، انتظرونا الساعه 3 ان شاء الله العصر. ثواني بس هكب هغرف المكرونه، معلش ثواني احط المكرونه. ثواني ثواني اقرب، هجيب ال هنبدأ نزوقها بس حاجة بسيطة كده. دي أكلة بسيطة
معلش على قد الايد على قد الوقت معلش، يا ريت تسامحونا لو في اي حصل اي لخبطه، معلش دي اول مره هوا، فيا ريت تسامحونا معلش. دي اكله بتخاطب الست اللي لو جوزها جه بسرعه عليها تعملها له بسرعه، فمعلش يعني سامحوني الوقت معلش انا اسفه يعني، ده على قد ما قدرت اقدم لكم، معلش سامحوني الكلام الوقت قصير، وسامحوني لو في اي حاجه كده طردتوا عليها لاني اول مره هوا، معلش سامحوني يعني. انتظروا ان شاء الله الساعه 3 العصر هنعمل جلاش باللحمه وهنعمل كفته بني ان شاء الله باذن الله.